يا استنى يا بقى، افور اكتر ولا ما افورش يا ولا يا رزيع؟ عوده حلقات الماتشات ورزع اوروبا، والحلقه اللي انتوا بتستنوها كل حد عشان نتكلم على مباريات يوم السبت الكروي العظيم. بس النهارده جايين نتكلم على يوم الخميس والجمعه والسبت، لان عندنا ماتشات مهمه جدا. يكفي عوده الاسطورتين رونالدو وميسي. رونالدو اللي ما شفناش منه كتير واتكتب عليه الكلام كتير، وهنتكلم على ادائه اللي عليه علامات استفهام كتير جنب ليونيل ميسي اللي رجع لنا الكره معاه، الراجل اللي ايضا حصل عليه كلام كتير وناس بتقول ان الناس بتافور على رجوع ميسي. يا راجل عيبه ولا يعمل ايه اكتر من كده، جاي له في الكلام. نتكلم على البارسا واول شكلها مع كيكي بعد فتره التوقف، وعموما شكل الدوري الاسباني اللي لسه هنتكلم بعد كده على ماتش مدريد، هنعرف التفاصيل دي. واكيد هنتكلم ايضا على مباريات الكاس الايطالي ومشكلتهم مع بي ان سبورتس وكيفيه الرجوع في حق البث لدوري ماتشات ايطاليا، ولا هنبقى برده مش عارفين نتفرج زي ما حصل في ماتشات الكاس مع ماتش انتر ميلان ونابولي اللي كان افضل شويه من ماتش اليوفي وميلان اللي كان ميت تماما. فخلونا سريعا بقى كده نتكلم في كل التفاصيل اللي حصلت ونقول وجهه نظرنا ونرزع براحتنا، واعمل لايكك واعمل شيرك واشترك معانا عشان تبقى رزيع، ويلا يا عم علوله شغل لنا المزيكا عشان الكوره رجعت رسميا النهارده. اهلا بيكو يا رزيع في حلقه جديده من حلقات رزع اوروبا. شوف الابتسامه، شوف الابتسامه ولا، شوف عكس الابتسامه بتاعت رزع محلي ازاي، ابتسامه مغشوشه، هنا الابتسامه حقيقيه. النهارده يا جماعه الواحد مبسوط فعلا، الواحد يعني انا قاعد في يوم السبت مش متضايق، قاعد في بيتنا مستني ماتش البارسا، وقبلها كنت بتفرج على ماتش نابولي وانتر، وقبلها بيوم كنت بشوف ماتش اليوفي. حاجه ايه ده ايه ده ايه ده ولا ده؟ اي نعم بدون جمهور، اي نعم بدون احاسيس كتيره، لكن الكوره رجعت. النهارده انت قاعد بتتفرج، ابتدينا بالكاس الايطالي وفكره ان ايطاليا عكست جابت لنا الكاس عشان ثلاث ماتشات وهنخلص خلاص على يوم الاربعاء اللي جاي الفاينل ما بين اليوفي وما بين نابولي. طيب اليوفي وعم ساري، عم ساري اللي طلع قال لنا انا متاثر جدا بالكوفيد 19 والمرض هذا والتوقف، وعشان كده فريقي باين عليه ان انا متاثر. لا يا شيخ، لا يا شيخ، هو اي حد موريتسيو يعرف يعمل الحنكشه والحنكلولو دول؟ يا راجل بلاش مسخره، شكل اليوفي هو قبل شكل التوقف، هو شكل اليوفي من ساعه لما انت هليت على النادي. النهارده مشجع اليوفي بيلعن اليوم اللي أليجري مشي فيه وانت جيت يا عم ساري. النهارده اداء بصراحه مش يعني انا عمال احضر مش عارف اقول لك ايه. اكلمك في ايه عن ماتش اليوفي وميلان؟ اكلمك في حاجتين حصلوا في الماتش، هي ضربه الجزاء وطرد ريبيتش. ضربه الجزاء اللي رونالدو فيها تحول من رونالدو السوبر اللي لو كان جاب الجون هنكتب رونالدو از باك وهلالالا والبوسترات تنزل، ورونالدو القائد، ورونالدو اللي ما بنتكلمش غير عليه وبنسمع اخبار من اليوفي عن شكل عضلاته وشكل الفورمه ورجوعه الى مستوى افضل، لكن بدون مدرب، بدون اي فكر، بدون اي كرياتيفيتي او شكل يطلع منه كوره توصل رونالدو للجون، مفيش. النهارده الراجل ضيع ضربه جزاء، وعلى فكره ضربة الجزاء اتشطت كويس يا جماعه، يعني محطوطه حلو، حظ جت في العارضه وتترد بره. رونالدو ما بيظهرش زي ما اليوفي مش ظاهر. تتكلم على شكل فرقه اتطرد منها لاعب اللي هو ريبيتش، وبرده في كلام كده سمعته ان ضربه جزاء جرايه. يا جدعان انتوا بتهرجوا الواد، داخل تايكوندو في وش دانييلو، طرد صريح يخلي شكل اي سي ميلان اللي نازل ببيولي مستني الهجمه المرتده، وبعد الطرد ما بقاش عنده غيرها خلاص. اي هاف نو اوبشن ان انا العب ضد اليوفي. بتتكلم على مدرب عارف قدراته، مش واثق في نفس لعيبته خالص، قدام مدرب اللي اسمه ساري جبان. بتتكلم على بتلعب ميلان ب 10 لعيبه مش عارف تهاجم، انت واقف انت ورونالدو ديبالا هم الوحيدين اللي بيحاولوا. هات يا عم ديبالا كوره، هات يا عم رونالدو كوره، ومفيش اي حاجه رايحه على الجول. فين ثلاثي نص الملعب؟ فين اي ابداع من نص الملعب منك يا ساري؟ حتى اضافه مفيش حاجه. بيانيتش اللي بنتكلم بس على انتقاله النهارده الراجل بيلعب مش موجود، ماتودي مش موجود، بنتاكور سلام عليكم. 8 لعيبه ورا الكوره، راضي جدا بالتعادل، راضي جدا انك عايز تتاهل
بهذا الشكل. النهاردة بتتكلم على اليوفي غير مطمئن بالمرة، حتى قدام نابولي، حتى قدام جاتوزو اللي شفنا منه كرة افضل واللي جاي له في الكلام. النهاردة ساري لا يا جماعة، لا يا جماعة، حطوا علامات استفهام واتكلموا مع الراجل. كل التوقف ده لم نشهد اي تغيير ايجابي. انا متفاهم 3 شهور من غير كرة طبيعي اي فرقة ترجع كده، لكن في فرق عارفة تلعب، في فرق على الاقل شايف منها ايجابيات كتير. يمكن الحاجة اللي والله اللي عجبتني في الماتش اني شفت بوفون. يا جماعة الراجل ده اسطورة، يعني كل ما تتفرج عليه في الملعب شبع عينك منه، شبع وقول للناس انا واحد كنت محظوظ كنت بتفرج على هذا الحارس حتى اخر ايامه مع السيدة العجوز. عموما نقدر نقول مبروك، الارقام عكس الحقيقة، اليوفي الى الفاينل، اليوفي هو اول الدوري، هو المتصدر والاقرب ان هو يعملها، لكن بالشكل ده بنقطة واحدة تفرق لاتسيو اللي هيبقى عليه عامل كبير قوي ان هو يقدر يوقف اليوفي، لان اكيد اليوفي هيقع بالشكل اللي احنا شفناه ده لو لاتسيو قدر يعملها ويكسب اليوفي في الاخر في الدوري. الوضع هيبقى فعلا في اقاله، في حاجه هتحصل لساري، الوضع هيتشقلب مع اليوفي، واظن ده اللي بعض جماهير اليوفي الناصحه بتفكر فيه، بتقول لك لا اخسر دوري مش فارق معايا خالص، بس هات لي مدرب يعرف يكسبني الدوري والكاس مرتاح زي ما كنت بكسبهم واكسب اوروبا بعد كده. على الجانب الاخر هتلاقي نابولي بقياده جاتوزو قدر ان هو يروح الفاينل ويلعب، بقول لك يوم الاربعاء الجاي الماتش النهائي، ويبقى على وشك خطوه واحده قدام ساري ويوفي ضعيف ان هو يكسب بطوله. هذا الفريق المذبذب، هذا الفريق اللي كان عنده مشاكل كتير جدا قبل الكورونا وقبل التوقف، النهارده بيطلع بمكسب. اي نعم انتر ميلان اللي شاف الماتش هو كان مسيطر على اغلبيه المباراه، خصوصا في الشوط الاول. الشوط الاول كنت مستني بدل الهدف الاول اللي جابه اريكسن اللي لازم نتكلم عليه يا جماعه وجاي له برضه في الكلام، الراجل دخل في المنظومه جامد جدا، دخل معاهم قدر يجيب جون في الدقائق الاولى للماتش من غلطه فادحه من اوسبينا. قعدت اضحك ضحكه ولا قعدت اضحك وكركر في الارض واقول شفت اوسبينا بتاع ارسنال، حسيته باحساسنا شويه الى تحوله وانقاذ المباراه اكتر من كوره. هو الراجل الناس بتقول ان هو كان يعني طول المباراه شايله، هو شال كورتين رئيسيين في الماتش. يمكن ابرز حاجه شدتني في اداء اوسبينا هو مش ان هو يعني قعد ولامي طول الماتش، هو التحول الذهني، حد يدخل فيه جون زي كده، جون يخلي فرقتك في اول دقيقتين بسبب الكوره معديه من تحت رجلك، لبست فريقك بطوله كامله بيحلم بيها مدينه كامله، انك ترجع وتركز في الماتش، على عكس مثلا واحد زي كاريوس واللي سببه ليفربول، لا قدرت ان انت فعلا ممكن يكون عامل مهم جدا لو البطوله دي جت تبقى انت سبب فيها، لان انت لعيب بروفيشنال وركزت في الماتش وقدرت انك تسترجع كل مجهوداتك، وده دور الحارس الجيد. النهارده اوسبينا كان ايضا حارس جيد جدا مع ضغط انتر الشديد، وبقول لك مستنيين الهدف الثاني والثالث، ضياع فرص كتير، لو طارو مارتينيز ولوكاكو الاثنين الثنائي الجبار اللي كان بيعتمد عليهم كونتي، الاثنين اوت، واحد كولوبالي حطه في جيبه وبيعتمد على السترينث والفيزيكال الحرب اللي موجوده في الدفاعيا دي، لا كسب كولوبالي النهارده. كولوبالي النهارده شايف يعني ايه مدافع من يعني الصفات المدافعين الجامدين قوي، لا شايفه طول الماتش الراجل صلب. لوكاكو راجع تخنان، لوكاكو ولو طارو الاثنين تحسهم تايهين في الملعب، مش قادرين يترجموا كل سيطره الانتر على الجون. فريق تحسه ماسك كوره بيحاول يوصل لكن مفيش اي تخليص على المرمى. عجبني جاتوزو الناحيه الثانيه ان الراجل بيلعب، حتى التشكيله تبص عليها هو ما قفتهاش خالص، هو شاف اللي فت في التمرين، شاف اللي قادر يكمل 90 دقيقه، اللي عنده قدره ان هو يلعب بعد التوقف وابتدى بيهم، ابرزهم بوليتانو اللي فضل مثلا ان هو يريح لوزانو وينزل هذا المفاجاه. واحد زي زيلينسكي النهارده يا جماعه من اللعيبه الاندر ريتد جدا، لعيب فارق في نص الملعب، لمسته باينه جدا ان هو بيحرك رمانه نابولي وبينقلهم بالكاونتر اتاك اللي هم عايزين يلعبوا عليها، واللي قدروا فعلا يستغلوا كل الضغط ده ويحولوا واحده بجون قتلت المباراه. بتتكلم على مباراه اللي فاتت خلصانه 1-0 لنابولي، نابولي بتلعب مرتاحه عايزه تلعب على الكاونتر، فعلا كرة قبل ما الشوط الاول يخلص
كرة سريعة جدا ممتازة زي ما الكاونتر اتاك بيتكتب في الكتب. خلاص ما تك تك انت عارف الكرة هتنتهي بايه؟ تنتهي عند الهداف التاريخي لنابولي. كرة من انسينيا لميرتنز اللي بيجيب 122 جون، بيعدي همسك، بيعدي مارادونا. النهاردة لاعب كبير جدا، كلام ان في كذا فريق عايز يخطفه، بيحرز الهدف وبيقتل فرقة انتر ميلان تماما، وبيقتل كونتي اللي انا شفت ان هو عمل اللي عليه لكن ما كانش عنده اضافة في الماتش، ما كانش لاقي اي حلول يفك الثغرة، وكنت حاسس ان هو يقدر يوصل لانه كان الافضل على مدار التسعين دقيقة. مصيبة انتر بالنسبة لي يا جماعة بتتمكن مش بس في خسارة الماتش النهاردة او ان انت ما قدرتش تتأهل للفاينل، هو شكل الموسم. انت بتبص في الموسم دوري، انا خلاص بعيد تماما 9 نقط تقريبا عن اليوفي، بتتكلم على الكاس انا برا، بتتكلم على الشامبيونز ليج ضيعته من ايدي، كنت بيلاقي نفسه محبط جدا في اخر الموسم. مش هو ده اللي كان بيحلم بيه؟ على الاقل كنت اكسب كاس، على الاقل على الاقل كنت اتاهل لدور 16 في الشامبيونز ليج، على الاقل على الاقل كنت انا اللي بنافس دلوقتي النقطه دي في فرق بيني وبين اليوفي، مش فرق بيني وبين لاتسيو. معرفش اليوروبا ليج هتكمل ولا لا، وحتى لو كملت بتتكلم فريق زي ختافي هيكون عنده الباشن اكبر منك، عنده الفرصه وعايز يكسبها اكتر منك، وفريق مش سهل تماما ومعقد الفرق في الدوري الاسباني وبينافس على مركز في الشامبيونز ليج. هل الخروج النهاردة من كل البطولات رسميا بيعني ان انتر ميلان هيفقد حماسه في الدوري وهنشوف ميلان اسوأ من اللي شفناه قدام نابولي؟ هل فكرة الانتقالات الكتيرة هتبقى عائق كبير على الفريق ده؟ برغم كل اللي بقوله لك انا شايف ان كونتي شغال، كونتي بيعمل بروجكت، كونتي جيد، اصبروا عليه، وبالتأكيد الادارة هتصبر عليه سنة كمان باضافات قوية بالتصفية اللازمة. حد زي جودين النهاردة هو بيتم تصفيته كده من بعيد لبعيد، خلاص التجربة بتنتهي السنة تقريبا، مش هيجددوا له، هيروح فريق تاني. فكونتي بيصفي، كونتي بيجيب لعيبة، في مشروع بيتم، لكن واخدي واخدي. في الاخر نقدر نقول مبروك للسيدة العجوز وكل جمهور اليوفي، ونقول مبروك لكل جمهور نابولي، يعني مبسوطين ان احنا هنشوف فاينل كده في بداية الكورة يوم الاربعاء على عكس كل الدوريات. مستنيين نشوف شكل الدوري الايطالي هيتزع ولا لا، شكله هيبقى ايه، عشان انا ما شفتش اي ابداعات، يعني الابداعات جايين لها في الدوري الاسباني. شفنا النظام الشديد في الدوري الالماني، الايطالي تحسه عادي مش عاملين حاجه جديده، يعني احنا نازلين قشطه موجودين معاكم، هل ده عشان كاس، هل ده لسه التحضيرات ما تمتش، كل ده هنعرفه في رجوع الدوري والكالتشو الايطالي من الاسابيع اللي جايه. اكيد هنبقى معاكم على يوم الفاينل سواء باللايف او سواء بحلقه، سيبوا لنا رايكم. لكن دلوقتي دخلني على البارسا وميسي شو واللي حصل في بدايه الليغا. لو جينا بقى يا اسماعيل يا صديقي، لو بصينا على البارسا، البارسا يعني هو انتظار، ميسي هيعمل ايه؟ ميسي هيورينا ايه؟ هيدينا اسيست ولا هيدينا جون في الدقيقة كام؟ وكان في اجماع غير طبيعي ان مستنيين شكل الكرة في هذا الراجل هيبقى عامل ازاي بعد التوقف، هيقيسوا عليه كل اللعيبة الباقيين عاملين ازاي بعد التوقف ويبتدي المقارنات من هنا. لكن احنا بنتكلم على شكل البارسا، لجمهور البارسا اللي عايز يتابع الفريق، ايجابيات بالهبل في مواجهتهم لمايوركا والفوز 4-0 عليه. لكن قبل ما اكلمك على برشلونة يا عادل، لازم اكلمك على الدوري الاسباني. شفنا الدوري الاسباني بيضيف بصمة جديدة على الكورة وعلى الالمان، يعني شفنا فكرة الجمهور اللي في كل الاستادات. انا دلوقتي بصور لكم والمباراة هي اتلتيكو مدريد بتتلعب هم واتلتيكو بالباو، والنتيجة مايلة للتعادل 1-1، وده اللي توقعه لنهاية المباراة، مفيش شكل مفيش حاجة، لكن الاجواء واحدة، الجمهور اللي في الملعب، الاصوات اللي في الملعب مخلية الاجواء احلى دوري شفته، مخليني متابع للجمهور. الجمهور شغال 90 دقيقة وعاملين حملة دعائية مع فيفا 20، يعني تبص تلاقي الفانز اوديو باي فيفا 20 او ساوند الفانز بهذه التقنية، فشيء بصراحة عجبني. اللعيبة فريش، اللعيبة بتسلم على بعضها بالشكل اللي هو بتاع الكورونا ده والاحتياطيات وبتاع، لكن عادي خلص احنا عارفين يا جماعة ان احنا ننزل نحتك ببعضينا وهنحضن بعضينا، فصباح الفل. شفت حاجة جننتني، يعني في ظل الاجواء وبدون جمهور تمام، في واحد نزل الملعب، نزل الملعب اتصور مع ميسي واتصور مع اللعيبة وابتدى يجري وقفشوه بتاع، انت جيت منين يالا؟ انت جيت منين يالا؟ يعني شيء
ما هواش طبيعي. يعني اقول لك ماشي في جمهور، اقول لك ده الواد ده قرد قدر ينط في وسط الناس والبوليس ويهرب، لكن اصلا ممنوع جمهور وتنزل والواد عاجبني نزل بكمامه وبتاع رابطه حوالين رقبته. فالموضوع كان مضحك جدا، يعني من اين جئت يا بني ادم انت؟ فالاسبان جمال، الاسبان يعني على ترانكيلو خالص، ترانكيلو الدنيا ماشيه، لكن البارسا هم اللي كان لازم يتقال لهم ترانكيلو لما يخشوا المباراه نازلين بالتشكيله، التشكيله اللي كيكي نزل بيها، يعني كانت اغلبيتهم لعيبه متوقعينها ما عدا بعض المفاجآت في تتمثل في براثويت في خط الهجوم بدل سواريز، وطبعا المدافع الشاب اراهو او اراخو بالاسباني، يعني المفاجأة اللي كان عامل اداء مذهل اليوم، والاثنين الحقيقه مقدمين اداء جيد جدا جدا. وكان عرفنا ليه سبب وجودهم في هذه المباراه، هم فت، هم عايزين الفرصه. الاثنين بالنسبه لي كانوا مبهرين، سواء اراخو اللي لعب دور ممتاز جنب بيكيه مستفاد منه جدا، متقل جدا بيكيه هذا الشاب الصغير، هو ده اللي تعتمد عليه، هو ده اللي نتكلم فيه من برشلونه، هو ده اللي طلع لنا انيستا وتشافي وميسي وغيره وغيره وغيره. النهارده واحد زي توديبو وزي اراهو ده مفروض يلعبوا جنب بعض كمان سنتين ثلاثه، يبقى هم دول اللي بتحضرهم بدلاء اكوره. واحد زي براثويت يا جماعه هيموت على الفرصه، ده عاضد في الفرصه وقاطم فيها. النهارده بيحرز هدف، النهارده الراجل بيلعب بيجري بيدافع كمان كدور مهاجم، يعني جديد علينا، بيدافع بجدية وبشراسة. الراجل ما بيتعبش، عارف ان فرصته ممكن ما تكونش كبير، عارف ان هو لو ما قدمش مستوى خيالي هيرحل بدري بدري عن البارس. النهاردة بتتكلم على شكل برشلونة، هو افيد بكتير، اصح بكتير جدا، احلى بكتير جدا من شكله قبل التوقف. تقول لي يعني هنقدر نحكم؟ اقول لك ما تقدرش تحكم، لكن في فرق كتيرة ما قدرتش توصل للشكل ده. شايفين بايرن ميونخ مثلا بيتاخدها تصاعدية لحد ما بيوصل اهو ان هو الماتش الجاي هيكسب الدوري، لكن برشلونه نزل كويس، نزل افضل من شكله بصراحه قبل التوقف. بتتكلم على في لعب جماعي، في يعني في انواع لعب غير ان انا بدي لميسي ومستني منه كوره. في جون جه في الدقيقه الاولى باين قد ايه في باشن وفي حماس وفي عايزين نجيب جون، واللي طبعا الهدف اللي جه عن طريق فيدال. فيدال اللي لازم تقف عند اللاعب ده، لازم تتكلم ان اللاعب ده يا جماعه هو لاعب كبير في السن، لاعب يمكن يكون اهميته بالنسبه لك او نجوميته ما تكونش عاليه، لكن هو اندر ريتد جدا. اللاعب الاسد، اللاعب اللي هو بينزل ياكل لك الملعب، بينزل ياخد لك انذار فور ذا تيم، واحد للفريق ما عنديش مشكله، لكن اهب فيهم في نص الملعب، اجيب جون بعنف براسيه من خردي قلبه في الدقيقه الاولى واضيع واحده غيرها كانت ممكن تيجي. لعيب برشلونه هتحتاج حد زي ده، بيفكرني بدور باولينو شويه لما قلنا ايه اللي جابه من الصين وايه اللي رجعه، كان دور مهم جدا في السنه اللي قعدها فيها. ثم ياتي الهدف الثاني اللي بكلمك عليه من براثويت اللي انهى كوره كمهاجم عن تيل في البوكس على طول، كوره من ميسي بيديها اسيست براس الراجل، بياخدها الراجل ما بيضيعش الفرصه هوب، على عكس جريزمان اللي ايضا لم يظهر على شكله المعتاد، او ظهر كجريزمان اللي بنشوفه مع برشلونه اللي هو نص جريزمان نص صيني، مش جريزمان الاصلي بتاع اتلتيكو مدريد، غير متواجد، يمكن يكون اقل لاعب ظهر في ال11 اللي شاركوا مع الخمسه البدلاء اللي نزلوا. حتى البدلاء كان ليهم بصمه، تتكلم على راكيتيتش شكله كويس والله في الملعب، شكله قادر يدي، سواء ارثر اللي نزل مشى كوره وكان شكله لطيف، سميدو اللي نزل وكان عنده جبهه ناحيه اليمين مش بطاله خالص، شفنا فيربو كمان بينزل، شفنا سواريز، وسواريز انا عاجبني برغم ان هو ضيع كوره في الاخر كانت ممكن تخلي النتيجه 5-0، كوره سحريه ايضا من ميسي، لكن الراجل نزل سخن، الراجل نزل احسن من سواريز اللي سبناه قبل العمليه وقبل قصه الاصابه الكبيره، واتكلمت في ده في حلقه الدوري الاسباني، قلت لكم ان ده هيبقى افاده كبيره جدا من هذا اللاعب، وكان هتبقى فيه افاده ديمبيلي طبعا لولا ان براثويت يعني تم قيده في الليسته بدلا من ديمبيلي اللي ممكن نشوفه في الشامبيونز ليج. فكره التغييرات الخمسه لازم يا جماعه نشوفها ونتعود عليها، هتشوف لعيبه كتير بتنزل، هتشوف لعيبه كتير بتتغير على طول في الشوط الثاني اكتر من لاعبين، هتشوف روتيشن كتير، فاللي عنده دكه هيقدر يستفاد بيها النهارده، هتبتدي تشوف لعيبه كتير جدا طالعه من الناشئين
الناشئين فرصة لأي ناشئ هيطلع زي النهاردة أراخو اللي شفناه. في ظل وجود مايوركا في الماتش لقينا أن بارسا بتجيب التالت وبتجيب الرابع. شفنا مايوركا يا جماعة على عكس النتيجة كانت موجودة، شفناهم أنهم وضحوا بعض المشاكل الموجودة واللي ما زالت موجودة في دفاع برشلونة. دفاع أحسن بكتير، دفاع واقف على نفسه، لكن لولا ترشتجن اللي ظهر برضو في إنقاذ برشلونة، أكتر من كورة من كوبو، أكتر من كورة من اللاعب اللي كنت عايز أتفرج عليه وأشوف هذا اللاعب اللي مدريد بتتحاكى عليه، هل هيبقى من اللعيبة اللي راحت وجات من آسيا ولا هيبقى فعلا موهبة ومدريد بتبني صح؟ لا، أنا شفت لاعب الفريق كله معتمد عليه، كل كرة هجومية هي عن طريق كوبو أو ليه لمسة في الهجمة. بتتكلم على فريق مايوركا هو شايط 8 كور على الجون على عكس برشلونة اللي شاط 10، فرق الكورتين دول جابوا 4 ودول جابوا 0. ألبا يحرز الهدف الثالث، وألبا عامل ماتش خطير وكان هيتوج بمان اوف ذا ماتش أكيد من نظر كل الناس لولا جه الراجل. والسؤال اللي كان عندنا يعني 3-0 خلاص، 3 نقط كلين شيت، ضغط على مدريد ومستني كل حاجة ماشية في الطريق الصحيح، لسه في حاجة وانت قاعد في بيتك مستنيها، هو ميسي فين؟ الجون بتاع ميسي اللي هشيره فين هو؟ الى جاء هذا الرجل، الرجل اللي لازم نتكلم عليه النهاردة يا جماعة. ميسي غير، ميسي غير اي لعيب تاني، هو ده يا جماعة اللي بيخلق الاساطير، هو ده اللي بيخلق اساطير زيه وزي حتى رونالدو، برغم ان عدم ظهوره بشكل ممتاز لكن شوف شكله فرمته عاملة ازاي، الرجل بيحاول في سنه ده. النهاردة ميسي في حتة تانية، ميسي بيلعب على الرايق خالص، ويعني عكن على المدرب اللي كل مرة بيعكن عليه بتاع مايوركا اللي استفزه في المباراة الاولى، وميسي قال لك انا هجيب فيك 7، وشفنا الخناقة اللي كانت ما بينهم، لكن ميسي قدر ان هو يجيب فيه هاتريك ويكسب فريقه 5. النهاردة الراجل اتعلم من غلطته وما استفزش ميسي، عشان كده ميسي جاب اسيستين بس، واحد براسه واحد بشماله، وجاب جون بيمينه في الدقيقة 95 عشان يختمها. وميسي ضيع كمان، او اللعيبة ضيعت منه اسيستين 3 بالميت، كانوا ممكن يبقوا فرص صريحة على المرمى، وهو نفسه ضيع اجوان كان ممكن تلاقيه جايب النهاردة جونين وتلات اربع اسيستات. فالراجل مبهر، الراجل بيلعب مايوركا المركز ال 18 واللي بيهبط في الدوري، لكن مش لعيبة كتيرة راجعة بالفورمة دي، مش لعيبة كتيرة عارفة توصل لش الراجل حلق دقن وزلبطة وزبط الفورمة، انا رجعت صغنن تاني في تاني اعدادي ونازل اجري والعب وباصي واشوط واجيب اجوان وعايز الدوري ده يخلص. بيحط ضغط النهاردة فريق برشلونة كبير على مدريد اللي هيلعب بعدهم، اللي كيكي نفسه اتكلم على ميزة ان انا اسبق ريال مدريد وحط البريشر عليهم. في الاخر هي ايجابيات ايجابيات، سواء لبرشلونة اللي حقق كل حاجة عايزها من الماتش، سواء لميسي اللي رجع واثبت للعالم انه مازال البرغوث الصغير صحي ويعلن عودة كرة القدم والمتعة بالاجوان اللي جابها بالارقام القياسية اللي هو بيكسرها. الراجل دلوقتي احرز 689 جون، دخل على 700 جول في مسيرته الكروية مع برشلونة، يعلنها صريحة تجيني تلاقيني لسه بخيري. حلو ده، مستنيين النهاردة نتفرج على مباراة الجالاكتيكوس بقى مدريد، الحلم لزيدان، الفرصة موجودة والدوري مازال في الملعب، مستنيين نتفرج، نفسنا يمشوا في إطار صحيح، هم كمان الدوري يخلص في آخر ماتش، شيء جميل. الحلقات رجعت وده اللي كان عندنا في ملخص رازع أوروبا، موجودين معاكم إن شاء الله كل يوم. خلاص الكرة رجعت، يعني مش كل يوم قوي، لو غبنا يوم ولا حاجة ابقى تابعنا على انستجرام، كمل معانا الميكنج عشان هقولك اخر الاخبار وعمر راجع امتى وجو راجع امتى وكل تفاصيل البرنامج. اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، وخليك رزيع معانا عشان تبقى فينا في بعضينا كده، وكفاية رزعة قوي لحد كده. شوف بقى البريفليج بتاع اللي يقعد معايا للميكنج، يعرف الاخبار، يعرف اخبار ان عودة جو هي قريبة جدا في شكل مختلف كمان، هنحاول نغطي لكم الماتشات. هيبقى صعب دلوقتي يا جماعة رجوع طبعا رزع ولا تحدي او يعني حقيقة ولا رزع، وصعب كمان رجوع الجمهور او صعب رزع الجمهور يرجع بسبب التباعد الاجتماعي وسبب ان بيعتمد البرامج دي على ناس كتير من الضيوف، فيعني هتشوفوا شكل جديد. تابعونا، جو راجع قريب، عمر هيرجع مع الجمهور لكن هيرجع بشكل مختلف على انستجرام، فلو انت عايز تتابع عمر، عايز تشارك باسئلتك، تبقى متواجد معانا، هظهر انا معاه، هيظهر كل اللي بيشاركوا معانا ببرنامج ارزع على لايف على انستجرام الفتره الجايه، فتابعونا على انستجرام وتابعونا على الفيسبوك، وخليكم دايما صحيين كده لان الحلقات راجعه، وماتش ارسنال ومانشستر سيتي ورزع المدفعجيه والحلاوه والشياكه راجعه، دي ليله سودا. اجهز يا مايلو، عندنا تصوير، يلا بيه بلاتو 7 جوه مدفعجيه.